بيوقف عمل الصفائح الدمويه فممكن يحصل لك نزيف. بيروح للكليه يعمل ايه؟ يعمل التهاب حاد في الكلى، يقلل وظائف الكلى. الادويه المسكنه اللي احنا ناخدها الطب معترف ان هي بتزود جلطات القلب وتؤدي لفشل كلوي وفشل عضله القلب. عايز تاخد مسكنات، اولا عالج السبب، اوعى تغطي الالم وانت في مصيبه جوه ركبك بتوجعك. يا فرحتي انت خدت حاجه توقف الالم وركبك هتتاكل وانت لسه مش حاسس. عايز تاخد مسكنات ماشي مره في الاسبوع او يومين ثلاثه مع بعض في الشهر خلاص لغايه ما تحل. انما ناس تقول لي انا ماشيه بقالي 10 سنين على مضاد للالتهاب والالام عشان الركب، فلو سمحت خده للطوارئ، اكنك بتاخد سم صغير كده يومين ثلاثه مش هيأثر. انما انك تعيش عليه على طول، لو سمحت عالج السبب. اكتر المشاكل الصحيه اللي بتواجه المراه الان وصعب حلها؟ من اكثر المشاكل الصحيه اللي عم تواجه المراه في الوقت الحالي هو متلازمه الايض، يعني ثبات الوزن، الطاقه المنخفضه، المشاكل في الهرمونات بشكل عام، البيريود اللي ما عم بتكون منتظمه، كثير من المشاكل اللي عم بتاثر بشكل سلبي على المراه من ناحيه الشكل، البشره، اللي عم بتخليها بالتالي تلجا للتجميل وتلجا للقصص الثانيه اللي هي اوريدي انهيلثي. صحيح. متلازمة الأيض فعلا هي أكتر حاجة بتواجه المرأة دلوقتي، تكيس المبايض، الضغط، السكر، الكبد الدهني، مشاكل الدورة، وأهمهم الغدة الدرقية. لو عالجنا تكيس المبايض صح كل المشاكل دي بتروح، وده اللي احنا هنركز عليه إن شاء الله في كورس صحة المرأة من سنة 18 ل 80.